حلمنا كل يوم بيكبر، وبنرسم طريق جديد للتنمية الصناعية بقلاع ومجمعات صناعية عملاقة في كل شبر على أرض مصر، وفرت آلاف من فرص العمل في القطاع الخاص والحكومي، وبسواعد 30 مليون عامل مصري قدرنا نحقق حلمنا بنهضة صناعية. من اليوم الأول أكدت القيادة السياسية على ضرورة تحقيق نهضة صناعية عملاقة. الهدف الأكبر الصناعة تغطي احتياجات السوق المصري، تنقلنا من منطقة الاستهلاك إلى منطقة الإنتاج، وعلى الفور قدرنا نسخر كل مواردنا علشان نبني للمصنعين، وأنشأنا أكثر من 17 مجمع صناعي في 15 محافظة، وقدرنا نرجع ونطور الصناعات الاستراتيجية، ونجحنا نخلي شعار صنع في مصر متداول في الأسواق العالمية، وقدر القطاع الصناعي يساهم في 16.8% من إجمالي الناتج المحلي. وعلشان نحقق نهضتنا الصناعية كان لازم نهتم بالإيد العاملة المصرية، وده من خلال تدريبهم وتأهيلهم على مواكبة التطور الهائل في المعدات والآلات الصناعية، من خلال تدشين أكتر من 43 مركز تدريب مهني وتنفيذ 876 برنامج تدريبي. وقدر قطاع الصناعة في مصر يوفر أكتر من 7.5 مليون فرصة عمل خلال 10 سنوات، وما زال التطور الصناعي مستمر، وكل يوم بيحقق قفزة جديدة هدفها ترجع مصر لمكانتها على خريطة الصناعة في العالم. بتبدأ قصتنا مع واحد من أهم المجمعات الصناعية الوليدة على أرض مصر، مجمع هاير مصر الصناعي العملاق الصديق للبيئة بمدينة العاشر من رمضان. ثمرة التعاون والشراكة الصناعية مع شركة هاير الصينية، وتعتبر هي الأولى عالمياً لمدة 15 سنة متتالية من حيث حجم إنتاج الأجهزة المنزلية، واللي بتمتلك 35 مجمع صناعي و130 مركز صناعي في 200 دولة حول العالم، من خلال أكثر من 230 ألف مركز تسويقي. تم إنشاء المجمع الصناعي هاير مصر على مساحة 200 ألف متر مربع بإجمالي استثمارات أجنبية بقيمة 135 مليون دولار، والنهاردة بيتم افتتاح المرحلة الأولى من مجمع هاير مصر الصناعي، واللي بيضم 4 مصانع بإجمالي استثمارات 85 مليون دولار، منها مصنع لإنتاج التكييفات بأنواعها المركزي والمنزلي، باستخدام أحدث الماكينات والآلات، واللي بتقوم بتصنيع جميع مكونات التكييف بأيادي مصرية وجودة عالمية. كما يضم المجمع الصناعي مصنع لصناعة الغسالات بأنواعها وفقاً لأحدث التقنيات العالمية في مجال صناعات الغسالات المنزلية. بالإضافة إلى مصنع للتلفزيونات والشاشات الإلكترونية بمختلف أنواعها وبدقة وجودة عالية، وأخيراً مصنع لتشكيل المعادن وحقن البلاستيك والدهانات، وذلك للتحكم في الجودة من خلال الإنتاج لضمان الحصول على منتج عالي الجودة وبسعر مناسب. بيوفر مجمع هاير مصر أكثر من 3000 فرصة عمل مباشرة للشباب بعد تدريبهم وتنمية مهاراتهم التصنيعية وفقاً لأرقى النظم الإلكترونية الحديثة. ومن المنتظر تنفيذ المرحلة الثانية من المجمع لإنتاج عدد من الأجهزة الإلكترونية المتنوعة بإجمالي استثمارات تقدر ب50 مليون دولار. مجمع هاير مصر للصناعات الإلكترونية، منتجات إلكترونية مصرية بجودة عالمية وأسعار تنافسية. قصة نجاح لمجمع صناعي ولد عملاقاً. قلاع ومدن صناعية عملاقة تم إنشائها في كل محافظات مصر، وفرت الآلاف من فرص العمل لشبابنا، فتحت طريق الأمل
لتحقيق حلمنا في نهضة صناعية.